تدعه يأخذ الشيء الأرجواني؟ اسمها مينا وهي تبحث عن مفتاحها الذي لم يره أحد. مفتاحي، مفتاحي، لكن كيف دخل في حذائي؟ ما الذي حصل للتو؟ وكأن القرد أراد أن يكون المفتاح مع مينا بدلاً مني. أو أجل، مثل ما قال بانيكيلا، أين كنت وقتها؟ حسناً، مهلاً 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 مهلاً، متى قال ذلك؟ أجل، هكذا، ما قلته الآن منطقي جداً تشيستي. هذا كان استهزاءً، ولا تنادني تشيستي. ما معنى كلمة استهزاء؟ إذن المفتاح محروس من ذلك القرد لإبعاده عن الأيدي الخطأ. ذكي جداً. إن هذا يعني أن مينا تملك الأيدي الصحيحة. لدينا كفو، لا يمكنك المقارنة فعلاً. أوه نعم صحيح، هذا عدل.